بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم باسل البداد، واليوم راح إن شاء الله أشرح طريقة تانية نستخدم فيها البارامتريك ديزاين بحيث إنه نستخدم أمور أكثر تعقيد من الفيديو السابق. راح أعمل إن شاء الله طاولة حتكون فاميلي، حتكون داخلة في الفاميلي تبعت الفرنتشر، ما حتكون ماس زي ما بنستخدم العادة، وراح نستخدم فيها زي ما حكينا البارامتريك ديزاين، البارامتريك ديزاين بشكل متعمق اكثر من المغلوط. طيب اول شيء بدنا نعمل هو نروح على فايل، نروح عند نيو، بعدين فاميلي، بعدين بنروح عند انجلش او امبيريال اذا انت بتستخدم هاي اللي هي المتريك، بندور على فيرنيتشر متريك فيرنيتشر، بنروح على هاي وبتفتح معنا القائمة هاي. اول اشي بدنا نعمله هو الطاولة نفسها اللي هي الحدود الطاولة تبعتنا كيف حتكون شكلها، فبدنا نعمل اكستروجن، بدنا نعمل مستطيل. طبعا اخترت انا طاولة بحيث انه تكون هي ابسط اشي، تقدر تستخدمها انت لاي اشي بعدين، يعني مش مهم تتقيد انت في اللي قاعد بعمله الحين. هاي حدود الطاولة تبعتنا، بدنا نخلي الجهة هاي تساوي الجهة هاي والجهة هاي تساوي الجهة هاي، بحيث مهما غيرنا بعدين يظل نفس الجهتين متساويات. فبنرجع لعند align dimensions، بنختار هيك الخط هذا، بعدين الخط اللي بالنص والخط الأخير، وبنسحب لفوق شوي، بنضغط على ال EQ الموجود هنا عشان يتساوي هذول الاثنين، يصيروا متساويين. بعدين بنعمل نفس الاشي للجهة الثانية، بنعمل EQ يصيروا متساويين. طيب بعدين بدنا نعمل كمان واحد بس عبارة عن اللي هم الخطين اللي هم حدود الطاولة هاي، واحد هنا وواحد الجهة الثانية، ونبدأ نعمل أول بارامتر عنا. نطلع من ال aligned dimension وبنحدد واحد فيهم، بيطلع معنا القائمة هاي، بنعمل create parameter، بنسميه هذا مثلا طول، نعمل اوكي. نفس الاشي للثاني، هنسميه عرض. بعدين بنروح عند الجهة هاي، بنخلي مثلا العرض متر، والطول هنقول متر ونص او متر وستين، مش مشكلة. نعمل ابلاي، اوكي. هيك زي ما لاحظنا قبل شوي تغير الشكل تبعنا. بعدين بنغير الاكستروجن تبعنا، حيكون عندنا هنا 250 ملي، هيك كثير، ممكن نختار 50 ملي ونعمل صح. هنلاقي عندنا مشكلة لما نيجي نعمل فرونت، او لا هنا هنلاقيها على مستوى الارض واحنا ما بدنا اياها تكون هيك، فبدنا نخليها مثلا على مستواها فوق انه 600 ملي، ونخليها 650 عشان تكون مرتفعة. بس بدنا نخلي هاي تكون مرتفعة بحيث انه ما نقعد نغير الثيكنس تبعتها عن طريق الاكستروجن اند، نخلي الثيكنس تبعتها جاهزة كل ما نغير الارتفاع بدل ما نقعد نغير الاثنين مع بعض. فبدنا نعمل هنا كمان بارامتر بحيث انه زي ما حكينا بس نغير الارتفاع يتغير مع الثيكنس لحاله. فبنروح نكبس على هاي، نعمل ارتفاع طاولة، لا مش من هنا، نعمل واحدة جديدة، بعدين ارتفاع الطاولة، نعمل اوكي، بعدين سماكة الطاولة، بعدين بنروح نفس الغلط، بنحددها، نعمل هاي، نعمل بارامتر جديد سماكة الطاولة، نعمل اوكي. اوكي بنروح لهاي، بنخلي ارتفاع الطاولة يساوي 600 زي ما هو، وهاي بنخليها صفر. بعدين نيجي هنا المنطقة هاي، هنا يعني هنا عندك value، هنا عندك formula، هنا عندك رقم، هنا عندك معادلة او حساب. فبننسخ هاي، نعمل copy، نيجي هنا نعمل paste، زائد
زائد 50. نعمل عليها اوكي ابلاي، نعمل اوكي. الحين لما نيجي نحدد هاي ونروح هنا ونغير الارتفاع تبعنا، بنخليه مثلا 700، بتغير معنا السماكة لحاله وبتلاقيها ارتفعت بدون ما نقعد نغير السماكة تبعتها زي ما عملناها قبل شوي. هاي نرجع 600 وخلي هاي تصير 650، نعمل اوكي. بضل معنا الحين الأرجل تبعت الطاولة، بنروح عند reference plan مرة ثانية. الحين بدنا نعمل الأرجل، فبنروح عند create، نعمل extrusion، بنروح على المستطيل وبناخد offset 10 سنتي اللي هو 100 ملي، وبنبدأ نحدد. طبعا نعمل space، فبصير يعمل الأوفست من جوا، بنخلي سمكتها 100 أو 10 سنتي ب10 سنتي. نفس الإشي لكل جهة، الجهة هاي والجهة هاي. هيك صاروا جاهزين معنا، بس بدنا نعطيهم ارتفاع. ممكن نعملهم مباشرة الارتفاع يكون 600، هذا ممكن، ونعمل apply ونعمل اوكي. بس هيك لما نيجي نغير الارتفاع تبع هاي، لما نيجي نعمل هيك ونغير الارتفاع نخليه 700، نعمل apply، بترتفع لحالها وبتضل الرجل لحالها تحت. بدنا نخليه 600، وبدنا نربط الحين الارتفاع تبع الرجل هاي او الليج تبعتها بالطاولة نفسها. فكيف نعمل هيك؟ نعملها اوكي، بنطلع منها، بنروح عند هاي، بنخلي الاكستروجن اند له بارامتر، بنقول ارتفاع ارجل، ارتفاع الارجل، نعمل اوكي، وبنخلي هاي برضو لها برامتر جديد، بنخليه اسمه مثلا القاعدة أو السطح، مستوى السطح أحسن، وبنعمل أوكي. طبعا تقدر تكتب بالإنجليزي، ولكن قاعدين نشرح فكرة مش أكتر. بنروح عند الفاميلي تايب، بنحط ارتفاع الطالة يساوي، طبعا هاي بنخليها صفر، ارتفاع الطالة يساوي ارتفاع الأرجل يساوي ارتفاع الطاولة. فبننسخ ارتفاع الطاولة هاي كوبي، وبنعمل بيست هنا، وبنعمل ابلاي. هيك مهما كان ارتفاع الطاولة، لو نخليه 800 بتغير معنا ارتفاع الأرجل وبصير لهنا. طبعا مستوى السطح اللي هو الاكسترودن ستارت راح يضل صفر، ما راح نغيره يعني. او ممكن اذا بدك تخليه يكون رقم ثابت مناسب لارتفاع الارجل، ممكن تعمل ارتفاع الطاولة ناقص ارتفاع الطاولة، هيك راح يضل صفر يعني. ولكن هاي يعني على الفاضي منها، لانه خلاص اكتب صفر هنا وبكون امورك طيبة يعني، مش محتاج تشغل، لانه غالبا انت حتروح تحطه على الفيس، فهو راح يعتبر الفيس هذا سواء هو أرض أو ارتفاع معين، هيعتبر الفيس هذا هو سطح، هياخذ منه صفر ويعطيك ارتفاع الطاولة. فمش محتاج تعمل الفورمولا اللي هنا، خلاص خليها صفر وبس. ولكن على كل حال خليها هنا مش مشكلة، وبنعمل اوكي. طيب بيضل عندنا مشكلة الحين اللي هي الأخيرة، هنروح على 3D نشوف من هنا. لما نيجي نكبر الطاولة نخليها مثلا نخلي هاي 140، 400 أو 140 سنتي، ونخلي هاي 200، هنلاقي شكل الطاولة تغير بس الأرجل لسه مكانها، ما تغير مكانها. فكيف بدنا نظبط الموضوع؟ نخلي هاي مرة ثانية زي ما كانت، هاي كانت 600، أتوقع 160، مش متذكر. كيف بدنا نظبط الموضوع هذا؟ بنروح عند مكان الأرجل، نعمل Edit Extrusion، بنروح عند Reference Plan مرة ثانية، ونبدأ نعمل نفس الإشي اللي عملناه أول إشي اللي هو Align Dimension، وبنبدأ ناخد زي هيك،
وكل واحد فيهم بين يعني ناخذ المسافة اللي بين الأرجل وحدود الطاولة لكل رجل طاولة عندنا. بعدين نطلع منهم نحدد واحد فيهم نعمل new parameter. مش عارف ايش اسميها صراحة، بس هي حتكون بعد الأرجل عن الطاولة، هذا مسمى كتير طويل، فممكن خلينا نكتب بعد الأرجل عن حدود الطاولة، نعمل enter. بعدين نطلع منها وبنعمل بنحدد كل واحد فيهم، نعمل label. وين اللي عملناها قبل شوي؟ بعد الأرجل عن حدود الطاولة، وبنعمل صح. هيك لما نروح نطلع، خلينا نروح على 3D أول، لما نطلع ونغير شكل الطاولة نخليه مثلا مترين، نعمل apply، الأرجل تتحرك معها. هاي هاي خليها متر ونص، الأرجل تتحرك مع الطاولة. طبعا تقدر تعمل نفس الاشي كمان للماتيريال. هيك طبعا احنا خلصنا من شكل الطاولة وخلصنا من كل امورها، بضل عندنا الماتيريال. ممكن نيجي نعمل هيك وهيك ونعمل new parameter يكون المادة، نعمل اوكي، بنروح عند ال family types، نحدد من الكاتيجوري تكون حسب ما بدك، تكون مثلا خشب. ننزل لتحت شوي، نستخدم هذا مثلا، نعمل اوكي. هذا مظبوط، هذا مظبوط. هيك بصير لو بدك تغير المادة لازم تروح من هنا وتعمل تغيرها من هنا. بإمكانك تخليها زي ما هي هيك، بحيث انه تغيرها من برا ويتغير معاك. وممكن تروح عند الفاميلي تايب مرة ثانية وتعمل لوك لهم كلهم، بحيث انه لما تيجي بدك تغير من برا ما يتغير معاك. هاي اشي عشان تحافظ على الفاميلي تبعتك، خصوصا لو بدك تنشرها وزي هيك، ممكن تحتاج انه تحافظ عليها عشان احد تاني لما يجي يستخدمها ما يخربها، لانه يكون هو غالبا مش عارف انت ايش عملت، فممكن يخرب الفاميلي تبعتك وما يعرف ما يعرف يستخدمها، فيعمل لك ريفيو سيء. ولكن عموما هذا هو كان الفيديو، حاولت اشرح فيه البارامتر او البارامتريك ديزاين. طبعا تقدر زي ما حكيت تستخدم اشياء اعقد من هيك بكتير، ولكن هو بالنهايه زي ما حكينا في الفيديو السابق هو عباره عن تصميم مربوط ويعتمد بشكل اساسي على معلومات سابقه بتعطيها للبرنامج، والبرنامج بيعطيك الموديل. ان شاء الله تكون للحين فاهمين يعني بشكل افضل البارامتريك ديزاين. إن شاء الله الفيديو الجاي هنعمل إشي أعقد من هيك. نراكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. إذا كان في عندك أي أسئلة أو أي استفسار تعال عندي على الكومنتس أو على الفيسبوك، إن شاء الله بقدر أساعد الكل. بضل عندك بس إنه تعمل load and close للبروجكت، هيك بصير. طبعا بدك تعمل حفظ زي ما بدك، أنا عن نفسي مش هعمل له حفظ لأنه طريقته جدا بسيطة، بقدر أعملها في أي وقت. بتقدر تستخدمها على طول او انك تروح تعمل من كومبوننت وتجيبها. المهم نراكم فيديو جاي ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.